ما رحمش. السلام عليكم. المهم انا جيت فرحان اليوم شاركت في هذا المهرجان هذا السابق اللي جيت فيه. المهم خاش المهم هي المشاركه وصافي، والحمد لله انا فرحان جيت سعيد بهذا بهذه المشاركه وفرحان بهذا الشيء اللي كينظموا هنايا. وكنتمنى ديما نتمنى كل العام ينظموا هذا الشيء ان شاء الله، ونكون ديما سعيد ان شاء الله وفرحان بهذا الشيء.